احنا في البنايه الحين في المنطقه الشرقيه، هي على حسب شرحك ابو مشاري انها هي على كورنيش الدمام صحيح. نعم. احنا في البنايه اللي حاول منها ابو مشاري اللي هو حامد الصالح ان يحاول الانتحار نتيجه لظروف المت به. احنا نبغى نتكلم عن هذه الحاله، لكن اول شيء نبغى نشرح هذه العماره. العماره مكونه من حوالي 9 طوابق، هي او 13 طابق. هذا هو مدخل البنايه زي ما احنا شايفين. انت من هنا دخلت ابو مشاري؟ دخلت وجيت من الجهه الميزان هذا، فصعدت عادي الدرجه دي. الحين نروح نشوف المرحلة اللي هي صعوده للدرج لمحاولة الانتحار. دخلت هنا مسكت العمود وربطته، هاجم اعتقد انا كنت تحت ما كنت فوق الجهة هذه، وربطته وعملت اللي زي ما قلت لك هي اللي عملية ربط الرغبة تلقائية، يعني ما أدري شلون جت بس ما هي الربطة الصحيحة. تعبت أنا من الدرج، كلنا تعب. خذيت معي أعلام أيوة. أعلام إيش؟ أعلام السعودية، والله العظيم وأشهد ربي اشتريتهم كل علم بريالين 3 ريال. دينك وين راح لما كنت تفكر بالحركة هذه؟ يا رجل أنا استغفر الله يا ربي ديني موجود، والله العظيم حتى أنا عمري ما فتحت سيارة إلا سمي بسم الله. أنت أب لكم طفل؟ 6 أطفال؟ وزوجة السابعة. كم منهم أولاد كم منهم بنات؟ عندي 5 أولاد وعندي بنت واحدة. إلى الحين أنت ما أعطيتنا سبب مقنع أنه أنت تقدم على الانتحار. نعم، لما طبعا أنا مخترع ولي طبعا 3 جوائز، واحدة في الهلال الأحمر وثنتين، واحدة في السعودية والثانية في كوريا الجنوبية المركز الثاني عالميا. لكن مو بس هذا، قتلني البيروقراطية في اختراعي. الآن موردك المالي من وين؟ الله يجزي خير ولدي قاعد تقريبا سنة، أعتقد سنة أو أقل شوي، يستلم راتبه ويحطه بيدين المال بدون لا أعلم. صدق يا أخوي علي بدون لا أعلم. ذبحني. يعني تصور لما أنا تقول يا أخي أنا أخوك في الله أصغر ما أكون، بس أنا عندي اختراع آلية وهذه تفيد المرضى وتفيد. قال لي كيف يا أخي أنت يعني كنت نايم وحلمت وفكرت في الاختراع؟ بعد 4 سنوات، تصور يا علي بعد 4 سنوات أتصل تليفوني يرد علي واحد من المفروض اللي يكشفون على الاختراعات، قال والله لسه ما جاء دورك. يا أخي أنا من 2001 شلون ما جاء دوري؟ قال ها أتصل فيك، وفعلا اتصل فيني عشان يقول لي أنت ما دفعت 600 ريال. 600 ريال حقت إيش؟ تقديم السنوي حق الاستمارة. أنا أتذكر كلمة قالها لي سمو الأمير محمد، لما حققنا أنا المركز الثاني وزملائي المركز الأول الذهبي وفضية وبرونزية، أتذكر كلمة قالها، قال أنتوا عيال هالبلد فخر المملكة، عيال هالبلد فخر المملكة، ايش تسوى هذه عندك؟ والله احنا ندور اقل سوبر ماركت وارخص سوبر ماركت عشان ناخذ. يا اخي فضيحة لما يقولون هذا انسان اخترع. قبل ليلة المشؤومة كنت نايم ساعة واحدة، والله زوجتي تخش واصل، كنت ما أصل لأني كنت أفكر إيش الطريقة. ساعة واحدة وبعدين صحيت، ومع أن زوجتي كانت تخش وتطلع الغرفة علي وتقول لي إيش فيك، ليش ملامح وجهك متغيرة، من مزعلك، من وأنا أشهد أنها زوجة صابرة والله يجزيها خير. قلت ما يني شيء، ودائما تقول لي أصبر يا أبو مشاري، والله دائما تقول لي أصبر يا أبو مشاري الصبر.
هو اللي بيغنيك عن الناس وعن حاجة الناس. قلت لها دريتي بنتك قبل 3 أيام مش طلبتني مترجم أطلس؟ قلت لها صدقين لقيته ب 900 أو 1050 ولا قدرت تبره. صح عمر إن شاء الله بكرة بكرة لا جاني فلوس إن شاء الله أشتريها أو مشاري أستنى استلم راتب. أعتبر الأطلس يا أبو مشاري الأطلس اللي تبغاه بنتك هدية من برنامج إم بي سي في أسبوع لبنتك. الله يجزيك خير ما قصرت. مشاهدينا احنا كنا نتمنى يكون معنا وقت اكثر على اساس نشرح الاختراع. بقول لك اول شيء يعطيك العافيه على التقرير، يعني فرحت قلوبنا بالاخر، بس ان شاء الله الفرحه اكيد بزورك يا ابو مشاري. هذا هو الاختراع طبعا علاء، بس عشان نشرح للمشاهدين، هو سهل الحمل، اسرع واخف ناقله للمرضى. حاول افتحها حجرب. بس قبل الفتح علا، هي سهله الحمل زي ما انتم شايفين كانها شنطه لابتوب. كان بودي انه نشرح اكثر بالتقرير مع انه احنا صورنا، لكن ما في علا على اساس ما يكون تحيز للشخص. اتمنى تقراي هنا ايش مكتوب. تتميز طبعا حسب وزاره الصحه ايش مكتوب بالضبط، انها لا تاخذ حيز كبير في سياره الاسعاف، ان قد تم تصنيعها محليا ومن ماده الشراء، وفي اعتقادنا بانها غير بامكاننا طبعا فتحها اكثر ولا تسبب أي مضاعفات.